بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءني هذا الصباح بسؤال من مدينة سوس من بعض الإخوان، يقولون: هل لك أن تحدثنا من الناحية الشرعية حول حكم ما يسمى ببجلود؟ بجلود هذه ظاهرة من الظواهر التي عرفت بها سوس، ولحد الآن نحن في الشرق بإذن الله تبارك وتعالى نراها تقريبا إلا لماما في بعض القرى، وهي قديمة وكادت أن تختفي، لكنها في مدينة سوس معروفة بهذا، كأنه تراث مغربي قديم يستعمله الناس في هذه الأيام. فيقولون: ماذا تقول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، مسألة بجلود؟ أولا أتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه الظاهرة في نقاط سريعة جدا، وقد نقلت هذا إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض العلماء، لأن الحكم عن الشيء هو فرع عن تصوره، فلا بد للإنسان أن يكون تصوره متكامل حول القضية. اختلاف الخلفيات والملابسات المحيطة بهذا العمل بإذن الله تبارك وتعالى حتى يمكن أن يبدي الإنسان مثلا حكم الشرع فيه. فعلى قدر معرفتك الدقيقة بهذا الأمر من حيث منطلقاته وغاياته وما يتلبس بهذا العمل في هذه الأيام، أيام الأضحى، ارتباطا بالزمان والمكان والحال والحيثيات والمرجعية والغاية، يمكن للإنسان بعد ذلك أن يخرج بانطباع سليم يمكن أن يصرفه للناس. المسألة الأولى، هذه الظاهرة من ناحية المرجعية هي مجهولة. كيف مجهولة؟ أي أن الناس يقولون بأنها بإذن الله عادة رومانية، عادة يونانية، عادة العرب في الجاهلية، فالكل يشير إلى أنها قبل الإسلام. إذن فهذه بإذن الله تبارك وتعالى كلام يقوله بعض الناس، لكن ليس هنالك ما يسنده من بحوث أنثروبولوجية وتاريخية معتمدة بإذن الله تبارك على بحوث علمية تاريخية مسندة حتى يمكن أن يطمئن الإنسان إليها. فيبقى هذا مجرد كلام يحتاج إلى ما يسنده من الوقائع والدلائل والحجج التاريخية والأنثروبولوجية. الثانية، يقولون بأنها بإذن الله تبارك وتعالى تنتمي إلى تراث الأمازيغ، والأمازيغ كانوا يقولون أنهم حينما يريدون عياذا بالله السطو على المنازل يتنكرون حتى لا يعرفوا، وفي ذلك عياذا بالله لمز بالأمازيغ، خاصة وأن الأمازيغ هم من أعظم الناس خدمة لهذا الدين، وهم كانوا أسرع الناس للالتزام بالإسلام والسرعة لاعتناقه، وبعد اعتناقه والتزامه كانوا أوفى الناس للإسلام. فأنتم تعرفون أن سوس العالمة وأن علماء سوس وأن علماء الأمازيغ هم أكثر من خدم هذا الدين في كل المجالات، في الأصول، في الفقه، في فقه النوازل، في اللغة، في كل شيء، في كل شيء. ولذلك هذا الأمر يحتاج إذن إلى سند، ولا نريد بإذن الله أن نتبنى هذا إطلاقا لمعرفتنا وعلمنا بطبيعة هذا الشعب الطيب المبارك. أما المسألة الثالثة والتي ينبغي أن نركز عليها، وهي أننا نتناولها بإذن الله من زاوية المقاربة الشرعية، لأن المغاربة مسلمون وهم يريدون معرفة الحكم الشرعي، فهم يسألون ليس عن التراث وليس على ما يسمى، هم كيسموها القضية نتاع التراث، كانت فرنسا وغيرها تتحدث عن ما يسمى بكل جهة عندها فولكلور وتفرقها على حسب الفولكلور، وتريد أن تسميه مثلا تسميه ما يميز هذه الجهة لمزيد إضفاء بعض المميزات التي تجعل هذه الجهة تختلف عن الأخرى، وهي تدخل ضمن مشروع هؤلاء من أجل بإذن الله تعالى أن يبذل الإنسان يفتخر بأمور بعيدة عن الإسلام وتحيي في القلوب حمية الجاهلية. فالمسلم ينبغي أن يكون فطنا حتى لا يسقط في شراك ما يريد هؤلاء أن يوصلوا المسلمين إليه. إذن من ناحية الشرعية بإذن الله لابد من أن يكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الكلمات حول هذه المسألة. أولا من ناحية الزمن، فهي بإذن الله تظهر في أعظم أيام الدنيا،
بعد أيام في يوم الأضحى وأيام التشريق. وهذه الأيام بالنسبة للشرع الإسلامي هي أيام أكل وشرب وذكر لله وانبساط وتراحم وفرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا ينبغي لهؤلاء أن يكدروا فرحة المسلمين في هذه الأيام، وهذا مناف لفرح المسلمين بهذه الطاعات وشغلهم عياذا بالله عن ذكر الله تعالى وعن المقصود من هذه الأيام كما ورد في توجيهات رسولنا عليه الصلاة والسلام وما ذكره الله في القرآن. واذكروا الله في أيام معدودات وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام فرح، الدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل أبو بكر إلى حجرة عائشة وجد جاريتان تغنيان، فأراد أن ينهرهما وينهيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا يوم فرح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وجد الأنصار يحتفلون ويلعبون في يومين من أيام بعاث في الجاهلية، فسألهما: ما الذي يجعلكما تفرحان وتحتفلان باليومين؟ قال: هذان يومان كنا نحتفل بهما في الجاهلية وهما متصلان بيوم بعاث، وهي حروب كانت مستعرة بين الأوس والخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هذه أيام فرح يا أخي، لا ينبغي تعكير أجواء الفرح بأي نوع من السلوك من أي طرف، وخاصة في حال فرح المؤمنين بتوفيق الله لهم بتأدية الطاعات. لا إله إلا الله. الثاني أن يوم العيد هو يوم نظافة ويوم أناقة، يوم جمال وكمال ودلال. نعم، جمال المظهر، جمال المخبر، نظافة الثياب، نظافة القلوب، طهارة الأرواح، سلامة، سلامة، سلامة المسلم من لسانه، من يده، من أي أذى. أما هذه الجلود التي يلبسونها هي جلود كريهة رائحة، وربما لم تحظى بالوقت الكافي من أجل تطهيرها ودبغها، ثم الوقت الذي يستغرقه في لبسها ففيها رائحة منتنة. فليس هكذا أمر الناس في يوم العيد أن يخرجوا على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في أجمل الثياب، كان عليه الصلاة والسلام في أيام العيد يلبس أجمل الثياب ويتطيب بأنواع الطيب، وكان عليه الصلاة إذا خرج إلى المصلى لتأدية الصلاة كان يتطيب ويلبس أجمل الثياب. وإن من سنته في العيد أنه كان يخرج من طريق ويرجع من طريق، وذلك حتى يشرك كل المسلمين في شم رائحة، فرائحة عرق رسول الله بأبي وأمي ونفسي له الفداء هي أطيب ريح شمت على وجه الأرض. وإن سيدنا أنس قال: ما شممت ريحا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يظهر بهذا اللباس عياذا المتسع فيه رائحة، هذا يوم نظافة. هذا هو المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هنالك اختلاط بين الرجال والنساء، ثم يقومون على وقع أنغام موسيقى صاخبة برقصات خليعة ساقطة ماجنة، تماما كما في الهلوين، لأن الهلوين هي مسألة يحتفل بها كثير من البلدان الأخرى غير المسلمة، والهلوين هي أن يخفي الإنسان وجهه ويتنكر حتى يقوم بكل ما يرفضه المجتمع، أي أنه يتحرر من سلطة المجتمع وسلطة مراقبة المجتمع ويفعل ما يريد. ونحن نقول بأن هذه الألبسة إذا كنت تستخفي منها بالناس لكي تفعل أمورا لا يقرها الشرع، خاصة في مثل أيام عيد الأضحى، فأنت تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. يقول تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، سورة النساء. إذا كنت تستخفي عياذا بالله من الناس، هل تستطيع أن تستخفي من الناس؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: إذا كنت تريد أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه أحد. قال: كيف؟ والله تعالى يراك وهو معك في كل مكان. فقال: إذن كيف تعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن تختفي عن بصره ولو لحظة عين؟ إذن فمسألة الاختلاط أمر مشين، وقضية الموسيقى وهذا الرقص بهذه الرقصات الماجنة هو أمر منفر في يوم من أيام الله، هذه الأيام الطيبة. الرابع:
طبعا أننا نلاحظ أنهم يضيعون الصلوات، فالذي يلبس ذلك اللباس ويجوب طوال اليوم عياذا بالله في أعظم أيام الدنيا والتي هي أيام أكل وشرب وذكر لله، واذكروا الله في أيام معدودات، وسيد الذكر والصلاة، وأنا أقم الصلاة لذكري، أعظم الذكر والصلاة، فالإنسان يضيع الصلوات في هذه الأيام. أي ربح عياذا بالله بالنسبة لهؤلاء وهم يضيعون الصلوات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخاصة في هذه الأيام الجليلة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للخامس، هنالك عياذا بالله محظور شرعي، وهو لبس الرجال للباس النساء ولبس النساء لباس الرجال، وفي ذلك تشبه الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وفيه تحذير شديد من رسول الله إلى درجة اللعن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا أمر عياذا بالله منكر شنيع، هذا منكر شنيع لا يجوز في يوم من أيام الله، نسأل الله العفو والعافية. سادسا، هنالك محظور شرعي آخر، وهو أن يلبسوا لباس غير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واضح في هذا الأمر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم حشر معهم، ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. بالنسبة إن شاء الله للنقطة السابعة، أنهم يقومون باقتحام البيوت واعتراض سبيل المارة، وفي حالة ما إذا لم يعطوهم المال يضربونهم بكراع الماعز أو كراع الخروف أو كراع بجلود كما يسمى، ويقومون بترويعهم وتلطيخهم بالرماد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هي تصرفات أقل ما يقال عنها أن في اعتداء على حقوق الناس، على أمان الناس، على أمن الناس، على سلوكيات الناس، وهذا تعدي سافر، فالمسلم لا يروع أخاه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يروع أخاه المسلم، لا تروع أخاك. فترويع المسلم كبيرة من الكبائر، أن تدخل الرعب في قلوب المسلمين، يعني الإنسان يشبه قطاع الطرق، هذا هو اللي كيسميه إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا من تراث، تراث يروع به الناس الأطفال والفتيات. ولقد قرأت كثيرا من الحوادث الخطيرة حيث قام بعضهم، ونقرتها، اعترضوا سبيل مارة وأخذوا منها، يعني كانت باش تعطيهم شي حاجة، لكنهم سرقوا منها يعني المحفظة، وأخذوا ما أرادوا من المال، ثم رمى بالمحفظة ودخل وسط الجوقة، وتحت صخب الصراخ والموسيقى لا تستطيع أن تدخل إليهم لتغامر بحياتها. واسمه هذا، هذا واسمه هذا الشيء، هذا هذا اعتداء على حقوق الناس، هذا ترويع الناس، هذا النشل، هذه عملية النشل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسألة الثامنة وهي الخطيرة والأخطر والأخيرة وليست الآخرة، وهي حينما تكون هذه الطقوس عياذا بالله بكل ما ذكرنا من سوء، إذا كان يصاحب اعتقاد والعياذ بالله بأن الضرب بكراع البجلود على رأس الضحية المسكين رجل كان امرأة كبيرا وصغيرا يؤدي إلى الشفاء، يعوذ بالله، يعني كيف ضربك بالرجل ديال الخروف معناه انت تتقبلها كأنك تريد الشفاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا نعبد الله. إذا كانت هذه مصحوبة بترويج عياذا بالله للشرك، فقطعا سيكون العمل حراما، لأن المقصود لك هو هذا، ويوصلوا ويروجون لمسألة عياذا بالله لاعتقاد في أن كراع الغنم يمكن أن يؤدي للشفاء إذا ضربت به من قبل هؤلاء، هذا خطير، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن نظرا لكل ما قيل، يوم فرح، ثانيا يوم نظافة، ثالثا اختلاط بين النساء والرجال، رقصات، صاخب، تضيع الصلوات، تشبه بالنساء والنساء بالرجال، لباس غير المسلمين، اقتحام البيوت، اعتراض سبيل المارة، تسويق وترويج لفكرة عياذا بالله الشفاء بهذه الطريقة العجيبة الغريبة، فيمكن أن نقول أن هذا الأمر يصبح محظورا شرعيا. أما ما يقال بأنه تراث
وفولكلور ويعكس الأصالة، كلمات جميلة تمنيناها بإذن الله تبارك وتعالى، لكن جمالها يذهب رونقه مباشرة بعد الوقوف على هذه المخالفات التي لا نرى فيها أبدا جمالا، ولكن نرى فيها مخالفة صريحة لمقاصد أيام العيد وأيام التشريق. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه وجب البلاغ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.